الوقت الذي تتجه أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً أو حتى تجنيد النساء من أجل الصمود في الحرب، ترفض روسيا فرض تعبئة عسكرية ولو جزئية بسبب تأثيرها السياسي والاجتماعي على البلاد وعلى شعبية بوتين. إلا أن هذا الأخير وجد حلاً ثالثاً. الصورة التي أمامنا تعود لقمر صناعي كوري جنوبي التقطت قبل أسبوع، وتعود لسفينة عسكرية روسية تنقل قوات كورية شمالية في ميناء شونغجي في طريقها إلى روسيا. الهدف ليس اكتشاف طبيعة الشرق الروسي طبعا. كليريو بودانوف مدير استخبارات الأوكرانية أكد أن بيونغيانغ أرسلت 10,000 جندي من قواتها الخاصة لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، وستنقل إلى كورسك بداية الشهر المقبل أين ستشغل مكان القوات الروسية هناك. مشاركة الكوريين في كورسك يمكن أن تبرر بدعم بيونغيانغ لوحدة أراضي روسيا التي تتعرض لهجوم أوكراني ولن تدخل الأراضي الأوكرانية. وفي غضون ذلك تشدد واشنطن وقيادة الناتو على أن وصول قوات كوريا الشمالية لروسيا لا يعني مشاركتها في الحرب الأوكرانية حتى الآن، إلا أن سيول قالت بأن هذه القوات أرسلت لتكون وقوداً للمدافع. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينفي المعلومات التي أوردتها الاستخبارات الغربية حول انتشار جنود كوريين شماليين في روسيا، واعتبر أن التعاون بين البلدين شأن خاص. هناك المادة الرابعة من اتفاق التعاون مع كوريا الشمالية، ولم تشك روسيا قط في جدية بيونغيانغ، ولكن ما سنفعله هو شأننا الخاص. نحن على اتصال بأصدقائنا في كوريا الشمالية وسنرى كيف تتطور هذه العملية.